اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج من القاهره. وضيف النهارده القامه الكبيره الاستاذ الدكتور اللواء عبد اللطيف البديني، استاذ بكليات الشرطه ومستشار اداره ازمات برئاسه الجمهوريه ومساعد الوزير من العام، مساعد الوزير لمكافحه المخدرات، مساعد الوزير لمكافحه الاثار. احنا معايا قدامي الورقه فيها حوالي 40 تايتل لسيادتك، مساعد وزير لحاجات كتير. اهلا وسهلا بسيادتك. اهلا بحضرتك. اتفضل يا دكتور. ويعني انا سعيد جدا مع حضرتك. انا يعني الحقيقه اول مره من حوالي 4 سنين اظهر في برنامج تلفزيون لحضرتك. شرف لنا يا فندم. احنا مش عارفين نقدم سيادتك بيه بصراحه. التايتل قدامي حوالي 40 تايتل يعني. الحقيقه الفتره اللي فاتت انا مشغول جدا في إعداد أول كتاب علمي عن المصريات وبالذات عن الهكسوس، عن الهكسوس. وبس الإثبات بتاعي فيه إن فرعون مصر ما كانش مصري. اللي هو محمد علي بلال، الفريق محمد علي بلال قال الكلام ده بالظبط. اللي هو مين؟ الفريق محمد علي بلال قال الكلام ده. اللي هو الفرعون مصر منذ وجود دخول سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الله مصر كان هكسوسي، كان من الهكسوس. والحاجة الغريبة لو انت دورت على الأصل بتاع الهكسوس، هم العبرانيين، هم بني إسرائيل، هم سبب المشاكل اللي احنا فيه لغاية دلوقتي. يعني من القرن الخامس او السادس قبل الميلاد لغاية النهاردة هم السبب المشاكل كلها اللي احنا فيها. طيب سيادتك لو كلمنا على احنا عايزين نستفاد من خبرة سيادتك في مجال من المجالات اللي يعني لو كلمنا مثلا على الاحداث الجارية اللي موجودة دلوقتي، الشباب اللي ما يعرفوش حاجه بالنسبه يعني نتكلم عن مكافحه المخدرات ولا عن السوشيال ميديا ولا عن القانون والامن العام ولا على ايه اهم حاجه سيادتك من وجهه نظرك دلوقتي حصلت تستدعي ان الشباب يتوجه لها رساله بيها احنا الناس دي تتكلم معاها فيها؟ والله انا عايز اقول حاجه. اتفضل. وده مش من باب يعني التطبيل او حاجة. احسن حاجة انا شفتها اليومين اللي فاتوا اللي هو مبادرات الرئيس السيسي في حب مصر. محدش يتكلم عليها دي. ايه؟ محدش يتكلم عليها خالص. يعني انا مبسوط جدا ان في رأس المؤسسة التنفيذية في مصر مهتم بإعادة الانتماء والولاء لشباب مصر. شباب مصر في منتهى الجمال. شباب مصر عملوا معجزات كتير. شباب مصر احنا ظالمينهم، لان اول حاجة لازم نعيد ليهم حب مصر. يعني حضرتك في الدورة التدريبية الدورة الافريقية. اي. هلا انا شايف تخبيط، ودول بيخبطوا في دول ودول بيخبطوا في دول، ده اهلاوي لا ده زملكاوي لا ده مش عارف ايه، ده حمادة امام لا ما نزلش كهربا. ايه ده يا جماعة؟ احنا مصر. انا عايز اقول حاجة في لو حضرتك يعني ما اظنش لانك كنت صغير، في الستينات فريق الاهلي كان متراجع. أم الله يرحمه ويحسن إليه المشير عبد الحكيم عامر، ده كان يعني حاجة أو قامة يعني قامة عالية جدا بعد الرئيس جمال. راح واخد اللعيبة بتاعت الأهلي وحطهم في معسكر في القوات المسلحة، وقعد يخلى ضابط أعتقد كان اللواء علي زيور هو اللي يخلي باله ويعملهم،
قدروا يستعيدوا مستواه. كنت مساعد وزير القطاع الامن المركزي للعمليات الخاصه، ومن القليلين جدا اللي خدوا فرقه صاعقه راقيه في مدرسه الصاعقه في انشاص. والله يا استاذ ايمن او يا دكتور، انا اذا قلت لحضرتك ان احسن حاجه في تاريخي المهني هو حصولي على فرقه الصاعقه، واقدر اقول لك ان فرقه الصقر بالنسبه ليا، يعني بالنسبه ليا مش بالنسبه لحد، تمثل الانجاز الاهم على مستوى احسن من الدكتوراه يا فندم. بكتير احسن من الدكتوراه بكتير. حضرتك كنت مساعد الوزير لثمان قطاعات. لا انا ما كنتش مساعد، انا عملت في ثمان قطاعات. عملت في ثمان قطاعات لكن خدت مساعد وزير في اخر مكان اللي هو. طب الثمان قطاعات، الثمان قطاعات افضل حاجه حصلت لسيادتك ان انت خدت فرقه صاعقه، فرقه صاعقه رايه. كان ايمن من الامن المركزي. الامن المركزي وهو قطاع في غايه الاهميه وصعب. ايه وصعب الشغل فيه صعب. بالظبط كده. عايز اقول لسيادتك حاجه، بعد ما قامت حركه اكتوبر اللي هي 25 يناير، انا اسف، بعد ما قامت حركه 25 يناير، اي كان فيها حته، مش بقول كلها، كانت انتفاضه شباب فعلا، لكن كانت فيها حته خباز اللي هي ايه، تقسيم مصر. كانوا عايزين يقسموها بقى بمزاجهم، يعملوا النوبه دوله، يعملوا قناه السويس سينا دوله، يعملوا مسيحيين ومسلمين، يقسموها زي ما هم عايزين. لولا يقظة القوات المسلحة ورجال القوات المسلحة كانوا نجحوا. فضل من ربنا. وربنا طبعا. فضل من ربنا. ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني وقف القوات المسلحة علشان يعمل. وعلى أول فكرة أول مرة حد يجي من وزارة الداخلية يتكلم بالحب ده للقوات المسلحة يا فندم، وما يتكلمش عن وزارة الداخلية، يعني دايما ضباط الداخلية يتكلموا عن الداخلية. شوف حضرتك بتحب الجيش، واضح ان حضرتك بتحب الجيش اكتر من. انا عايز اقول حاجه، انا بحب الجيش لانه الشريان، شريان الحياه بالنسبه للمصريين. جيش ايه ده؟ الجيش ده هو كل املنا وكل حاضرنا وكل مستقبلنا. انا بقولها كده وده على مسؤوليتي الشخصيه. دي حاجه تشرف طبعا. طب التكريمات اللي سيادتك حصلت عليه، يعني المناصب اللي سيادتك حصلت عليها، مجالات كتير جدا ممكن اسال سيادتك في حاجات كتير. ايه ايه مجالات كتير جدا ممكن اسال سيادتك فيها، يعني اتفضل يا بيه اتفضل. ايه ابرز مجال تم سيادتك او سيادتك يعني يعني مبسوط بالتكريم ده، او ليه في قلبك حاجه ما يتنساش في ذهنك؟ يعني ايه التكريم اللي حضرتك حصلت عليه وما تنساهوش ابدا؟ وجودي قدام حضرتك دلوقتي ده شرف ليه. العفو العفو العفو. لا والله انا يعني حاجه العفو. انا لولا وزاره الداخليه وفضلها عليا ما كنتش هاجي قدامك. انا انسان عادي جدا، وفي الاف مؤلفه امثالي موجوده. وزاره الداخليه اتاحت ليا العلم، اتاحت ليا الكفاءه التدريبيه، اتاحت ليا ان انا ادرس في دوله الامارات كليه شرطه ودوله وعمان ودول عربيه كتير جدا، وانهم يختاروني في الامارات بجانب ناس انجليز وفرنساويين، بل بالعكس اكون انا قائد فريق فيهم، يعني وده شرف ليا طبعا. ده شرف لكل مصر يا فندم. الحمد لله. الله يبارك. الحمد لله تمام. طب راي سيادتك ايه في الشباب والهوجه اللي بتحصل دلوقتي؟ لسه قبل الهوا دلوقتي كنت بسال سيادتك بقول لك ان دلوقتي لو اي حد سالته في الشارع في الاقتصاد هيجاوبك، لو سالته في الطب هيجاوبك، سالته في القانون هيجاوبك، سالته في التاريخ هيجاوبك، محدش هيقول ما بيعرفش. السوشيال ميديا مبوظه الدنيا، مبوظه الدنيا، يعني ما فيش حد من قال لا اعرف فقد افت.
اسأل أي حد في أي حاجة هيجاوب. لا أنا فيش أفتة دي خالص، ده سيد الفاضل بس اسمح لي مش هجيب أسامي يعني. تمام اتفضل. في يعني سيدة ممثلة بتظهر شبه عارية بتفتي في الدين، بتقول أنا بعلمكم الدين. أنا واحدة فيهم يا باشا. يعني كتير أنا شفت واحدة مع الأسف تطلع تقول أنا علمهم. إيه ده؟ إيه ده؟ هي مين؟ يعني الحقيقة مفيش حدود فاصلة بين فلان وعلان وترتان، الدنيا خلاص بقت سايبة. زي ما قلت لحضرتك بره برضه واحنا قاعدين مع بعض، انا بلاقي واحد مستشار، المفروض المستشار ده يكون مثال اعلى للاخلاق والكياسة والادب. مستشار كان زمان لما بنسمعه. طب اقول لك حاجة، انت عارف في مستشار في سنة 51 خطب واحدة كان عايز يخطبها الملك فاروق ملك مصر، واتجوزها مكان، واتجوزها بدل فاروق، فاروق ملك مصر، مستشار فضل عليه. الاقي المستشار يقول انا اصلي صايع. ايه ده؟ انا عارف سيادتك بتتكلم على مين بس مش هنقول اسماء. لا طبعا ما فيش داعي. طب ايه التحديات اللي، وعلى فكره دكتور ايمن، هو مش بيهين الشعب او ده بيهين نفسه. يعني انا اعتقد اللي بيعمل كده بيهين نفسه، زي السيده اللي بتطلع تقول انا اعلمكم دين. ايه يا بنتي؟ روحي الاول يعني اسطري لحمك العريان. حاجه غريبه انا ما شفتهاش في حياتي. دي يا فندم من مواقع النت والسوشيال ميديا اللي ظهرت دي، من مساوئها، ولا ديت من في حاجه جديده حصلت في الاخلاق، ولا ديت في ضعف في التربيه، ولا دي بالظبط ايه اللي حصل؟ يعني السؤال ده جميل. ايوه يعني السبب اذا الموضوع حلينا إيه؟ السؤال ده هنقدر نتعدى الازمه اللي احنا فيها. احنا دلوقتي في ازمه اخلاق. علشان نوصل لمرحله ثبات الازمه او لازم نحل السؤال ده. لو انت حضرتك فكرت هتلاقيها اشكال مادي بحت. يعني واحده، يعني انا في حبيت اجاوب السؤال ده، ام تتبعت برنامج في اليوتيوب كان على عائله، يعني من الاول خالص من اول حلقه، لقيت التطور بتاع البنت اللي موجوده اللي هي مراته. الاول هي محجبه، لابسه لبس محجب مش يعني معتدل، يعني معتدل جدا، وبعد كده بقت تغني وترقص. التناقض ده سببه ايه؟ التواصل الاجتماعي المادي، ولا الانفتاح المادي، الحاجه الماديه. وبعد كده في حاجه تانية هقولها لحضرتك. طب في معالجه امنيه للموضوع ده يا فندم؟ اه طبعا. ازاي بقى؟ المفروض ان الامن يتدخل في هذه المواضيع. احنا لسه عندنا وقع في المنصوره، بنت انتحرت عشان خاطر زميلتها يعني شهرت بيها في وضع ايا كان رحمه الله عليها. يعني الجرائم الالكترونيه اللي بتحصل دي الامن يواجهها ازاي؟ انت صعب تثبتها اصلا. احنا كرجال قانون احنا الموضوع نفسه في لبس، انت مش هتعرف تثبت واقع. انا اول حاجه بس عايز يوم ما ثبتها تثبتها بالغرام. اقول لسيادتك حاجه اتفضل. الحقيقه ولازم اذكرها، ان الجريمه الالكترونيه، الجرائم الالكترونيه تطورت بشكل خطير في الفتره السابقه. ايوه. يعني اذا قلت لحضرتك احنا كنا مثلا بنحبو في السنين الاولى من العقد اللي فات، اصبحنا دلوقتي في مركز محترم جدا في مكافحه الجرائم الالكترونيه، وخصصنا لها المحاكم الاقتصاديه.
هايله 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 هايله. وعايز اقول حاجه كمان حضرتك اتفضل. الحقيقه المنظومه القانونيه الحديثه اللي احنا شايفينها تطورت تطور خطير، ولازم اقول ولازم كلنا نعترف بهذا. من سرعه نظر القضايا لسرعه الفصل فيها، واظن ان الموضوع ده بيسبب عبء كبير جدا على القضاة والمستشارين. ده لسه قانون رقم 1 لسنه 2024 اللي هو الجنح المستأنفه، ان محكمه الجنايات يبقى في استئناف في الجنايات عشان يخفف العبء على محكمه النقض. ده لسه دي حاجه اول مره تحصل. هو حضرتك دي موجوده من زمان. لا لا، القانون ده اول مره يطبق يصدر. بس كانت في بعض الاحيان لما تكون استئناف في القضاء البسيطة في الجنح محكمة النقض ما عندهاش وقت، بيعينوا دوائر استئنافية لنظر هذه القضايا المحالة اليوم. هم الحمد لله انهم المشرع عملها بطريقة يعني قننها. بس دي موجودة من زمان. طب طب الفترة اللي جاية دي يا فندم، او الفترة اللي احنا جايين فيها دي، الدنيا كلها مفتوحة لبعض، العالم كله بقى زي ما بنقول شبكة واحدة، حاجة واحدة. الموبايل ده هو سبب الموبايل ده سبب مصايب الدنيا كلها. لا، هو طبعا اي حاجة ده متقدم وحاجة كويسة مش وحشة، لكن لو استخدم صح. ما استخدم صح، نرجع للكلمة اللي انت سألتها في الاول، او السؤال اللي حضرتك قلته في الاول، ازاي نتصدى لهذه الرجعة الاخلاقية في الوقت الحالي؟ اقول لحضرتك البيت. يعني الراجل اللي بنته دخلت كلية عالية وما ادهاش الرعاية وما حسسهاش بالخطورة، معلش انا بتكلم عن راجل صعيدي يعني. تمام. يعني زي زمان لازم نوع من الانضباط والالتزام اللي بقوه سلطه الاب. يعني سلطه الاب دي سلطه جميله، سلطه يمارس فيها اعنف العقوبات. هاخد من كلام حضرتك ان الازمه دلوقتي ازمه ماديه، فالاب دلوقتي مشغول او حياته كلها موجهه لتوفير الاحتياجات الماديه. بالظبط، مع الاسف. مع الاسف. طب الشباب بقى حضرتك توجه لهم ايه عشان خاطر ان احنا نحافظ عليهم في الفتره اللي جايه دي، حافظ على مصر من اللي جاي؟ ما هو الشباب دول هم مصر اللي جاي. انا عايز اقول لك حاجه دكتور، اي مفكر مصري او اي واحد مهتم بالتاريخ المصري هيقول ان نسميه راعي النهضة المصرية الحديثة الزعيم الراحل انور السادات. الراجل ده كان سابق عصر. حضرتك احنا اتكلمنا عليها قبل الهوا وحضرتك قلت كلام. الحقيقة انا مش معجب بيه، انا بقول مع الاسف من سوء حظ الشعب المصري أن نفقد هذا الزعيم. الزعيم ده كان سابق عصره، هو قالها، هو حلها زمان. جم قالوا له النبوي بإسماعيل، وده كان من أعظم رجال الداخلية وزراء الداخلية على مر العصور في الأمة العربية. النبوي كان هو يحب يشوف المؤشرات بتاعت الجرائم، أم لقى مؤشر الجرائم الإباحية والأداب علق قوي. قال له إيه ده يا نبوي؟ قال له يا فندم كذا وكذا وكذا. قال له علاجها بسيط جدا. قال له إيه؟ قال له أوجد أعمال هؤلاء الفتيات. فتحوا مصنع بتاع سجاجيد وفصنع كذا، قام البنت بقت تاخد
يومية 100 جنيه أو 200 جنيه في الوقت ده كان كبير. كان كبير. أم جاله بعد 3-4 أشهر شاف المنطقة اللي كانت فيها جرائم الأداب كبيرة. تمام. لها قلت. ده حل الأزمات يا فندم اللي سيادتك كنت مستشار فيه. تفكير. أيوه. طب كلمة توجهها لمصر بقى مش لشباب مصر، كلمة توجهها لمصر في الفترة اللي فيها يعني الفترة الأزمة الاقتصادية اللي احنا كنا فيها وبدأت بإذن الله تنفرج. الحقيقة قرارات حسن بيه عبد الله محافظ البنك المركزي الفترة اللي فاتت، أنا امبارح بس مع الأسف طلعت عليها وشفتها، حاجة عظيمة جدا، وأعتقد إنها فيها يعني طريق للحل. إحنا هنتأخر بس أنا يعني الحاجة الوحيدة اللي بختلف فيها معاهم الفطرة اللي هم قالوا عليها مش كافية، هي عايزة فطرة كبيرة شوية. لكن أسأل سعادتك سؤال. اتفضل. وأسأل كل السادة المشاهدين. اتفضل يا فندم. حد في مصر بيبات من غير عشاء؟ لا طبعا. بس شكرا يا فندم، واحنا مش عارفين نشكر سيادتك ازاي وشرفتنا النهارده. شكرا يا دكتور. شكرا للمعلومات الجميله اللي سيادتك. لا بالعكس، انا تحت شرفتنا. ميرسي يا دكتور قوي. اعزائي المشاهدين، شكرا لسيادتكم، كل عام وحضراتكم بخير، وشكرا معالي اللواء الدكتور عبد اللطيف البديني ساعد وزير الداخلية ومستشار رئاسة الجمهورية لإدارة الأزمات، حاجات كتير جدا. شكرا يا فندم وشرفتنا النهاردة، وتشرفنا بإذن الله في حلقات جاية كتير. الله يخليك. بس أنا عايز برضو بعد إذن سيادتك أقول للسادة المشاهدين كل عام وأنتم بخير، والسنة الجاية إن شاء الله نحضر رمضان كلنا غير فاقدين ولا مفقودين بإذن الله، وجميعا بإذن الله بخير وعافية. بإذن الله. ألف شكر. بإذن الله يا فندم. شكرا فندم. شكرا فندم. شكرا. شكرا إلى اللقاء. شكرا فندم.